وفيها أنباء عن قرب التعديل الوزاري المرتقب. السيسي يطلق منظومة التأمين الصحي الجديدة. في النصف الثاني من الحلقة نناقش ردود أفعال دولية على أزمة موقع مدى مصر وبيان النيابة العامة عنها، فتابعونا. رجح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إيهاب الطماوي عودة وزارة الإعلام في التعديل الوزاري المرتقب والذي سوف يتم خلال الساعات المقبلة بحسب قوله. وأضاف أنه من الوارد أن يصل خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء التعديل الوزاري قبل بدء الجلسة الطارئة الخميس المقبل. وأكد طماوي في تصريحات صحفية لجريدة الشروق أن وزير الإعلام سيكون مسؤولا عن السياسة الإعلامية للدولة المصرية، ولا يوجد ما يمنع في عمله بين الهيئات الإعلامية الثلاث، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع دستوريا عودتها. وتوقع طماوي أن التعديل سيشمل مجموعة من الوزارات الخدمية والاقتصادية والتموين والصحة والبيئة وقطاع الأعمال والاستثمار والتعاون الدولي والزراعة والتعليم العالي والصناعة والتجارة وكذلك التضامن والثقافة والقوى العاملة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من بريليون الباحث السياسي سيد أحمد صقر. أهلا بك معنا سيد أحمد. أهلا بحضرتك. أهلا بك. بداية، كيف يعني ترصدون هذا التعديل الوزاري المرتقب وأسباب هذا التعديل؟ يعني هم مبدئيا التقرير تحدث عن عودة لوزارة الإعلام، فإحنا يعني بنعيد اقتراع العجلة. طبعا إحنا عارفين إن الفترة الأخيرة كثر الحديث عن فشل منظومة الإعلام الحالية في أن هي تواجه ما يطلق عليه مخاطر ومؤامرات وما إلى ذلك. فده قدر من القدر الآخر إن هم عندهم أهداف مطلوب تحقيقها من الإعلام بحالته الحالية في مصر، واتصرف عليه فلوس كثيرة جدا وتم عمليات استحواذ كثيرة جدا وتم يعني قفل قنوات وفتح قنوات وناس قعدت في بيوتها وناس اشتغلت بالامر. وفي الاخر الاهداف لما نحط كي بي ايز معانا ونيجي نقيس اللي حاصل على مجموع ال 100 مليون مصري هنلاقي ان هو لم يتم تحقيق مردود سواء من الاستثمارات اللي تمت على مستوى بشكل مهني على مستوى البزنس او بشكل كمان على مستوى تشكيل وعي المصريين في السنين اللي فاتت. فهو الملف ده يعني ملف يعني احنا بنقترح حلول كتيرة جدا ومش عايزين نقترح الحل الوحيد اللي ممكن يكون فعلا حل واقعي وسحري لملف الاعلام في مصر، ان هو يسمح وان السقف يعني يسمح فيه برأي وبرأي اخر، وان يكون في قدر من المهنية الاعلامية، وما يكونش يعني احنا بنتكلم عن عودة لوزير الإعلام ووزارة الإعلام والموقع المستقل الوحيد البقعة النور الوحيدة اللي كانت فاضلة في الصحافة المصرية بيتم مهاجمتهم والتحفظ على بعض الصحفيين ثم عاد إطلاق سراحهم ولا عرفنا ليه تقبض عليهم ولا عرفنا ليه تم إطلاق سراحهم. فده بالنسبة للشق بتاع وزارة الإعلام. حضرتك تحدثت عن مجموعة من الوزارات مرشح تغيير الوزراء بتاعها، برضو ده مراية لقبول الناس وحديث الناس عن أغلبهم وزارات خدمية مرتبطة بحياة الناس وبشؤون الناس. وبعض الوزارات الثانية اللي كان لها برضو تأثير موازي للإعلام مثلا فيما يخص الثقافة فيما يخص هم شايفين أن دول ليهم دور مكمل للتأثير على مجموعة يعني سيد أحمد، هل نفهم منك أن أكثر الوزارات ربما المعنية بالتعديل وما يخص الإعلام وأيضا ما يخص الاستثمار كما ذكرت، وبقية الوزارات ماذا عنها؟ الوزارات الخدمية يعني هم حركة حدث عن توقعات عن وزارة التموين، توقعات عن بعض الوزارات الخدمية، الزراعة. احنا نقدر نعمل تقييم، طبعا احنا التقييم ده كان لازم يتم من مجلس الشعب، بس احنا للأسف مجلس الشعب لا يمارس هذا التقييم، لدرجة ان من المفارقات الصارخة ان رئيس الجمهورية بيخاطب مجلس الشعب يقول لهم ان هم يبتدوا يعملوا التقييم. يعني هو يعني رأس السلطة التنفيذية يناقش السلطة التشريعية انها تقوم بدورها الرقابي. طيب
للأسف يعني. معلومات بدأت تتردد حول إلغاء وزارة الاستثمار وإنشاء الهيئة العليا للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء سيد مصطفى مدبولي، هل هذه الأمور واردة؟ نعم سيد أحمد، هل تسمعني سيد أحمد؟ نعم تفضل، كان هناك خلل في الصوت. نعم تفضل. احنا قامت الاستثمار الاجنبي اللي مضحاها في مصر في السنين اللي فاتت هي بتجاوب على قدر من الاستغلال المطروحه. يبدو أن هناك خللا في الصوت سيد أحمد، يعني نعم هناك خلل في الصوت على العموم، ربما هناك حديث أيضا عن تغييرات، ربما هناك توقعات بإبقاء رئيس الوزراء في موقعه، وأن هناك ربما أيضا هذه التغييرات ربما لن تقتصر على تعديل وزاري، كما ذكر النائب في البرلمان مصطفى بكري إذ ذكر أن هناك توقعات بأن هذه التغييرات لن تكون مقتصرة على الوزارات، وإنما سيكون هناك تغييرات أخرى مقبلة يعني على مستوى البلاد. هذه التغييرات ربما كما تفضل السيد أحمد صقر تشمل الهيئات الإعلامية والصحفية، الكثير من الهيئات الأخرى. يعود معنا سيد أحمد صقر، إذن ربما الناظر إلى التصريحات الرئيس السيسي يجد أنه يستهدف بشكل واضح وزارة الاستثمار، هل هذا يعني معنى أننا نتوقع إلغاء وزارة الاستثمار كونها فشلت في جذب المستثمرين؟ يعني هو ما حدش يقدر يتوقع سلوك السلطه التنفيذيه في مصر ايه، لكن هو طبعا ما اثير في الايام الماضيه عن تقييم لاداء الاستثمار الاجنبي القادم الى مصر ونوعيته والقطاعات المستهدفه فيه كانت مسار اسئله من ناس كتيره متخصصه. لكن كمان خلينا نقول برضو ان بالخبرات السابقه ان دايما الوزير اللي بيهاجم بشده في الفترات الاخيره ربما يكون هذا الطوق نجاة ليه لان هو يتم استمراره في منصبه. فانا لا مش هبقى متفاجئ لو وزير الاستثمار او وزيره الاستثمار استمرت في منصبها بعد خصوصا الهجوم الكبير عليها في الثلاث او الاربع ايام الماضيه بعد الخطاب اللي هي القته نعم في مؤتمر افريقيا، وكانت يعني مسار تندر عن درجه الاجاده للغه العربيه. طبعا هو مهم جدا ان ممثلي الدوله المصريه يجيدوا التحدث والخطابه، لكن كمان الاهم ان هم كمان يجيدوا اداء ادوارهم وتحقيق الارقام المطلوبه من وزاراتهم. فاحنا هنا مش عايزين التقييم الوحيد ان هي بتجيد العربيه ولا لا، لان ممكن نجيب واحد مفوه خطيب لغه عربيه لكن هو غير قادر على ان هو اداء مهامه كوزير استثمار معني بجذب الاستثمارات ولقطاعات مستدامه مش قطاعات رعايه. فاحنا لو هنقيم اداء الوزيره مجملا مش لازم نقف عند حته تقييم قدراتها الخطابيه، لكن كمان ولو انه مهم اكيد، لكن كمان تقييم قدراتها في جذب الاستثمارات الحقيقيه اللي تحقق تنميه مستدامه في مصر في قطاعات احنا محتاجينها خاصه معنيه بالتصدير وبالتصنيع واعاده يعني تصدير من اجل اعاده التصنيع. وده اعتقد ملف يعني لو النهارده الرئيس السيسي تحدث عنه ان هو محتاج ينشئ كثير من المصانع النهارده في استيطاح المشاريع طيب سيد بتاعت احمد، بورسعيد. فيما يخص يعني ما قاله يعني نائب البرلمان المصري سيد مصطفى بكري، يقول هناك توقعات بأن هذه التغييرات لن تقتصر على يعني التعديل الوزاري في الوزارات، وإنما سنشهد تغييرات كثيرة في المرحلة المقبلة. ما هي نوع التغييرات؟ هل لديك أي توقعات أو تصور عن نوع هذه التغييرات؟ يعني التسريبات الكتير اللي بتظهر على ألسنة رجال الدولة زي أستاذ مصطفى بكري تتحدث طبعا عن الهزة اللي حصلت للاستقرار السياسي خلال السنين اللي فاتت من خلال اللي حصل من بداية من مارس الماضي. فهم في محاولات لإعادة ترتيب البيت، في طيارين متصارعين، طيار بيشوف ان احنا ما ينفعش ان احنا نفضل سايبين السقف واطي جدا، بنحاول نفتح المجال العام، وده اللي بشر بيه ياسر رزق في لقاءاته الصحفيه. لكن على النقيض بنلاقي ان سلوك الاجهزه الامنيه بيقول ان هو لا ما فيش الكلام ده هيحصل. فكلام استاذ مصطفى بكري ممكن يتحقق، لكن اعتقد ان هو تغييرات المحافظين متوقعه، يعني في تغييرات واسعه جدا في المحافظين، وانا يعني مش هستغرب لو في محافظين بالاسم تم الاشاره ليهم خلال الاحداث الازمه في سبتمبر الماضي ممكن يمشوا. وفي في 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 تغييرات على مستوى المحافظين، في تغييرات على مستوى الوزراء،
ومش ها مش ها لن افاجئ اذا حصل كمان تغييرات على مستوى المؤسسات الامنيه والعسكريه. يعني ده وارد جدا نعم. خلال الفتره اللي جايه ان يبقى في تصور لاعاده ترتيب المشهد، وان الرجال النافذين اللي كانوا اعطوا سلطه خلال السنين اللي فاتت ومارسوا قدر من المهام وما حققوش نتائج ان هم يستبعدوا من خلال المشهد. طيب، وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان سيد إيهاب طماوي يقول إن أداء السيد مصطفى مدبولي كرئيس وزراء كان مميزا، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والنقل والمالية والتخطيط والأوقاف، كلهم يقول إنهم حققوا أداء جيدا وحققوا الكثير من البرامج الخاصة. إذا كان الأمر كذلك، لماذا يتم اللجوء إلى تعديل وزاري؟ هو التعديل، يعني انا مش شايفه حدث جذري يعني يشير الى حاله من المشكله. هو كل الوزارات بيتم تقييمها، ويعني الوزراء اللي حققوا المطلوب منهم بيستمروا، الوزراء اللي ما حققوش منهم بيمشوا. على مستوى دكتور مصطفى مدبولي، هو على حسب انت واقف من فين وبتقيمه من انهي زاويه تقدر تحدد. لو انت من الناس اللي شايفين ان نشاط القطاع العقاري وان احنا بنبني مصر الجديده وان المشاريع وان قطاع التشييد هو القطاع الاهم في قطره التنميه، هتشوفه بيحقق انجازات. لو انت واقف من زاويه اخرى شايف ان ارتفاع الدين الاجمالي الدين وان احنا بنكبل الاجيال القادمه بقروض وان حتى قطاع التشييد هذا قطاع يتعرض لتعثر وان احنا دخلنا في مشاريع اكبر من ان هي يتم تنفيذها بما تم الاعلان عنه، وان دوت احنا بنرحل المشاكل اللي قدام، هتقيمه بشكل مختلف. على نعم. حسب موقعك من التقييم تقدر تحدد دكتور مصطفى مدبولي اجاد في رئاسه الوزراء ام لا. واحنا في الاخر هو سواء اجاد او لم يجيد، الايام ستجيب عن هذا السؤال. يعني لان هو المردود الاقتصادي انت ممكن تتحدث عن انجازات وتروج لها بشكل اكبر من حجمها، فتستطيع ان انت يعني تروج لذلك بعض الوقت، لكن مش تقدر تعمل ذلك لكل الوقت. يعني طيب، وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك السيد أحمد صقر، مساعد رئيس جهاز تنمية سيناء سابقا من بريليون، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الثلاثاء منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية، وقالت وزارة الصحة إنه سيتم خلال فترة التشغيل التجريبي تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. تشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين من الخدمة على أن تتحمل الدولة الاشتراكات من غير القادرين. دعونا نشاهد أهم ملامح المنظومة الجديدة ثم نبدأ النقاش. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من برمنغهام الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا. أهلا بك معنا دكتور محمد. بداية أهلا بك، ما هو رأيك بإطلاق نظام التأمين الصحي الجديد؟ ما هو رأيك بهذه المنظومة؟ أعتقد من الإنصاف إن احنا نقول إنها يعني خطوة إيجابية جدا اتعملت. احنا كنا منتظرين قانون للتأمين الصحي وإطلاق مشروع زي ده، بقالنا حوالي أكتر من 20 سنة بيتعمل قانون، والحمد لله تم إقراره في 2018. ويعني أنا أعرف بعض من الأساتذة اللي كان ليهم دور بارز في إقرار القانون ده، و
يعني أثق في حكمتهم وخبرتهم اللي أدت لبداية المنظومة التأمين الصحي. أنا بس كنا نفسنا إنها تكون في ظروف أحسن، وإن يكون الأولويات اللي تم على أساسها افتتاح المنظومة تكون أحسن من كده شوية. دايما الاهتمام بتاع النظام بيكون بالمباني وبالإنشاءات على حساب الحاجة اللي المفروض إن هي ليها الدور الأبرز في نجاح أي منظومة، سواء كانت منظومة صحية أو منظومة اقتصادية أو منظومة تعليمية، اللي هو العامل البشري. يعني العامل البشري اللي هو المفروض هيكون العمود الأساسي في منظومة التأمين الصحي، أعتقد لم يتم الاهتمام به تماما. لما نيجي نتكلم عن الأطباء مثلا، يعني طبعا احنا عندنا قصور شديد في عدد الأطباء للأسف. منظومة التأمين الصحي التجريبية اللي كانت حصلت في محافظة بورسعيد كان في شكاوى كثيرة جدا من نقص عدد الأطباء، كان في نقص في تخصصات كثيرة. كان نفسنا يقولوا لنا ان احنا عندنا، بدل ما احنا عندنا كام مستشفى وكام سرير وكام جهاز، كان نفسنا يقولوا لنا كام دكتور عندنا، كام استشاري جراحة أوعية دموية، كام استشاري جراحة مخ وأعصاب، كام استشاري جراحة قلب، بحيث ان هم دول اللي مثلا هيحتاجوهم لما يبقوا موجودين في المستشفيات للحالات العاجله، للحالات الطارئه، او للحالات المزمنه اللي محتاجه عمليات او محتاجه جراحه. طبعا في نقص في تخصصات مهمه جدا زي الطوارئ وزي الرعايه المركزه برضو، والتخدير برضو، الحاجات دي طب اعتقد ان في دعنا نقص في يعني دكتور محمد، دعنا نلخص بعض الاعتراضات. يعني معك هناك سجلت جملة من الاعتراضات على القانون هذا، قانون التأمين الصحي، نناقشها معك. من جملة الاعتراضات على هذا القانون أن البعض يرى فيه محاولة لخصخصة الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات الحكومية، كيف تعلق على هذه النقطة بداية؟ اعتقد ان دي مخاوف مبرره جدا ان هو يحصل خصخصه للخدمات الصحيه، لان هم ناويين يشركوا المستشفيات الخاصه والمستشفيات اللي هي مستشفيات المؤسسات او مستشفيات الهيئات في خدمه التامين الصحي. لازم يكون في رقابه شديده على تقديم الخدمه وكمان على المصاريف اللي هتتصرف على الخدمه دي. طبعا في عدم وجود محليات فاعله وعدم وجود برلمان يستطيع مناقشه الحكومه ويكون ليه دور بارز في التشريعات اللي بتراقب على الخدمه دي، اعتقد ان هو في مخاوف شديده جدا ان هو يتم استغلال المنظومه دي لتحقيق مكاسب لصالح بعض المستشفيات الخاصه او بعض الشركات اللي ممكن تكون تدخلت لتدير المستشفيات. لان احنا شفنا مستشفيات التامين الصحي بتاع بورسعيد كانت مشتركه فيها مستشفيات اخرى، مش عارفين ازاي، زي مستشفى دار الفؤاد ومستشفيات المغربي وحاجات زي كده، مش عارفين ايه دورها في مستشفيات التامين الصحي. فطبعا مخاوف مبرره جدا ان هو يحصل استغلال لصالح مكاسب بدون رقابه فاعله وبدون وبالتالي يعني خصخصة المستشفيات امور. طبعا الحكومية. طبعا طيب، ما هو اطلاعك على موضوع الرسوم التي يفرضها هذا القانون على قيمة الاشتراكات؟ يعني موضوع العدالة الاجتماعية، هل يراعي هذا القانون مسألة العدالة الاجتماعية؟ والله هو يعني وجهة النظر العامة حوالين القانون، هو في جزء كبير من مراعاة بالذات للفئات الغير قادرة، بس الركة هيبقى على التطبيق نفسه. هل هيتم تطبيق متوازن بحيث ان هو فعلا يتم الصرف هو السؤال هنا مبالغ على دكتور محمد، الفئات الغير قادرة؟ يعني ايوه المستحقين، جاء ذكر المستحقين في هذا القانون وغير المستحقين نفقات العلاج، يعني المستحق من غير المستحق، كيف يتم تحديد هذا الأمر وكيف يمكن معرفة هذا يستحق وهذا لا يستحق، الجانب التطبيقي الذي تشير له؟ أعتقد إن ده بيبقى دور
يعني لازم تكون في دايما تسجيل لبيانات المواطنين، تسجيل بيانات حقيقية، وفلترة دايما للأشخاص الغير مستحقين، ومين اللي يقدر يدفع الاشتراك بتاعه ومين ما يقدرش. أعتقد ده جزء من المنظومة، وجزء من العمل الإلكتروني اللي المفروض يتعمل، والعمل الموجود على الأرض سواء بالارتباط مع جهات تانية أو وزارات تانية زي وزارة الضمان الاجتماعي، عشان نعرف مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش، مين اللي بيشتغل فعلا ومين اللي ما يقدرش يشتغل أو عنده إعاقة مثلا أو حاجة زي كده تمنعه من العمل، ويستحق إن هو الدولة هي اللي تصرف عليه. أعتقد إن ده برضو جزء من خطة كبيرة المفروض تتوضع للموضوع ده، يعني عشان يبقى تطبيقه على الطريقة السليمة. يعني نعم، من جملة الاعتراضات أيضا على هذا القانون أنه خالي من أي معيار لجودة الخدمة والرعاية الطبية، يعني ومخالفة للدستور كما جاء في سياق الاعتراض على هذا القانون. هناك كثير من الأطباء يعترضون على هذا القانون ويقولون أنه خالي من معيار الجودة والخدمة والرعاية الصحية بحسب ما يتوافق مع الدستور. هل لديك أي ملاحظة على هذه النقطة الجودة؟ احنا ما عندناش في مصر للاسف معايير حقيقيه لقياس جوده الخدمه الصحيه. يعني في بعض المستشفيات وبالذات الدول العربيه، في مثلا في الخليج، في السعوديه او في الامارات، بيبقى في هيئه مخصصه لقياس جوده الخدمه الصحيه وتسجيل المستشفيات حسب، وكمان يعني تعمل لها رانكينج حسب جودة الخدمة الصحية اللي فيها. للأسف احنا ما عندناش هيئة مسؤولة عن كده لغاية دلوقتي، وما عندناش معايير واضحة لجودة الخدمة الصحية، وما عندناش كمان أهم حاجة إن أنت لازم يكون عندك حياة ديمقراطية، بحيث إن عندك يبقى محليات وبرلمان وناس فاعلة، مؤسسات فاعلة، بحيث إن هي تقدر فعلا تتأكد من تطبيق الجودة دي. يعني ممكن الكلام على الورق يكون كويس جدا، لكن الكلام فعليا ما يكونش بنفس الجودة. وبعدين زي ما احنا قلنا برضو، الجودة مش عبارة عن وجود مباني أو وجود أجهزة، لا، الجودة برضو حسب بتعتمد كتير قوي على العامل البشري، على نوعية الخدمة اللي بيقدموها، وبرضو على توفر. يعني احنا برضو انا لاحظت ان هو نصيب الفرد من التأمين الصحي هيبقى حوالي 2500 جنيه، ده مبلغ متدني جدا، يعني احنا بنتكلم في حوالي 100 دولار، في 150 دولار بالكتير قوي، يعني لو قلنا يعني ان الدولار زايد او حاجه كده، ف 150 دولار ده نصيب الفرد السنوي، ده قليل جدا بالنسبه للخدمات الصحيه اللي المفروض تتقدم له، المفروض الادويه اللي المفروض ياخدها، العمليات، خصوصا في ظل التقدم العلمي الرهيب اللي العالم كله بيشهده دلوقتي، واللي بيحط على كاهل اي منظومه مبالغ اضافيه المفروض انها تتصرف على صحه المواطن. طيب، رغم يعني كل هذا الكم من الاعتراضات على هذا القانون، ولكن تم تمريره وإقراره. يعني لماذا تم تمريره وإقراره رغم كل هذا الكم من الاعتراضات وتسجيل الملاحظات؟ هو طبعا اي حاجه، يعني انت عندك اي حاجه النظام عايز يعملها، البرلمان مجرد بيبصم، يعني ان هو بيقول له خلاص اوكي هننفذ لك اللي انت عايزه، وبيمر في تشريعات اسوأ من كده بكتير مرت. ورغم كده انا اعتقد ان وجود منظومه حتى لو كانت فيها كثير من الشوائب وكثير من العيوب في الاول، اعتقد انها مهمه جدا، احسن بكتير أو من عدم وجود منظومة خالص. وإن إحنا بس أهم حاجة إن هو يكون فيه متابعة وتصحيح للأخطاء، وما يكونش كل حاجة تمام يا فندم، وإن إحنا مجرد إن إحنا عايزين نفتتح منظومة وعايزين الرئيس يشهد افتتاح زي ما هو حابب على طول في الافتتاحات، لا، احنا عايزين يكون في رقابة حقيقية، تعديل للمسارات في حالة الاحتياج،
يعني وندور فين المشاكل، فين الفجوات في المنظومه دي عشان نسددها. اذا كان عندنا مشكله في الاطباء ندور ايه المشكله اللي الاطباء مش موجودين، ليه التخصصات، بعض التخصصات مش موجوده، ليه الاطباء بيهاجروا. النهارده تم الاعتداء على 3 اطباء في 3 مستشفيات بدون اي رادع، بدون اي حمايه. فكل ده برضه بالنسبه للتمريض، بالنسبه للوظائف الفنيه المساعده، برضو عايزين برضو نبص على موضوع الأدوية على ذكر توفرها الأدوية دكتور محمد، هناك من يعترض على القانون أيضا في الشق المتعلق كما ذكرت ب يعني بالأدوية، يعتبر أنه يفتح باب لاحتكار الأدوية بالصيدليات التابعة لهيئة التأمين الصحي، وأن القانون لم يؤكد على تعاقد التأمين الصحي مع الصيدليات الخاصة. يعني بالتالي هل فعلا القانون يفتح الباب أمام احتكار الأدوية؟ والله. يعني انا مش انا افضل شخص يقدر يجاوب على السؤال ده، يمكن محتاج حد ليه خبره اكتر في الصيدليات وفي صناعه الدواء في مصر. زي ما انا قلت قبل كده برضو، ان بدون رقابه فاعله وبدون حياه ديمقراطيه سليمه من السهل التلاعب باي حاجه. لو احنا عندنا برلمان قوي وعندنا محليات فاعله، من السهل ان انت تعمل كنترول، من السهل ان انت حتى لو لقيت في اي ممارسات احتكاريه للادويه ان انت توقفها او تغير في تشريع او في تطبيق قانون، كل ده سهل. لكن في وجود نظام او نظام ديكتاتوري، مجرد اللي موجودين في البرلمان مجرد خيال ظل، ان هو مجرد يمضي على اللي بيحتاجه النظام، فما اعتقدش ان احنا، يعني اعتقد ان احنا هنلاقي كتير من المشاكل جدا في تطبيق المنظومة، واللي قد تفرغ المنظومة نفسها من معناها. يعني أشكرك من برمنغهام الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. قبل أن نخرج إلى فاصل نترككم مع افتتاح معرض نبض قلم لفنون الخط العربي ببيت سناري في القاهرة، مشاركة مجموعة من أساتذة وفناني الخط العربي والزخرفة والفنون التشكيلية من 18 محافظة مصرية و7 دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية. العربي معروف طبعا ان هو اساس من الاسس الحياتيه اللي احنا اتربينا عليها، كتاب الله، كتب الخط العربي، خطاط بيتعامل مع روح، مع كل الحرف نفسه روح في التعامل. الفنان اللي بيرسم بيندمج مع الجزء اللي هو بيشتغل فيه بس، اما الخط الحرف في اللغه العربيه او في الخط العربي كل حرف له روح مختلفه عن الحرف الثاني خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة احنا النهاردة في معرض في بيت السناري اللي هو التابع لمكتبة الاسكندرية، مشترك فيه بصراحة عدد كبير من فناني الخط العربي وأساتذة الخط العربي، مليء بأنواع الخطوط العربية، وبصراحة اللي تثري الفن العربي والإنسان لما يقف أمام لوحة ما يتأثر بأنواع الخط ويتأثر بالفن الإسلامي. والحقيقة يعني تنوع اللوحات الفنية بيثري المعرض بالإضافة إلى الزخارف العربية والإسلامية، فبصراحة معرض ما شاء الله. أهلا بكم من جديد. لا تزال أزمة اقتحام مقر مدى مصر واحتجاز طاقم العمل عدة ساعات قبل الإفراج عنهم تلقي بظلالها على الساحة الصحفية المحلية والدولية.
بعد صدور بيان من نيابة أمن الدولة العليا يفيد بانتماء الموقع لجماعة الإخوان المسلمين، وصدور بيانات من منظمة مراسلون بلا حدود وهيومان رايتس ووتش، فضلا على بعض وزارات الخارجية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، تعبر جميعا عن قلقها من وضع حرية الصحافة في مصر والهجمة التي تتعرض لها. دعونا نتابع تقريرا عن الموضوع ثم نعود لنبدأ النقاش. أثار بيان النيابة العامة المصرية عقب تفتيش مقر موقع مدى مصر الإخباري ردود فعل كثيرة في وسط الصحفيين والنشطاء. فالنيابة من جانبها ذكرت أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان المسلمين الموقع الإلكتروني بهدف نشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام. وقد أسفر التفتيش عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة بحسب النيابة. أما الصحفي في الموقع حسام بهجت قال في تدوين ساخرة: إنما أخذ الضباط من المكتب كانت نسخة من كتاب عن ذكرى هزيمة 67 وحقيبة بداخلها بن. وكانت قوات الأمن قد احتجزت الصحفيين في مقر الموقع بعد نشره تقريرا عن استبعاد محمود السيسي نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي من المخابرات العامة بإرساله في مهمة عمل طويلة إلى روسيا بسبب اتخاذه قرارات أثرت على وضع السيسي في الحكم. وقبل الإفراج عن كل الصحفيين كانت السلطات قد احتجزت صحفيين فرنسيين تواجدا في مقر الموقع، كما تمت مرافقة صحفيين أمريكي وبريطاني يعملان لحساب مدى مصر خارج المبنى. وتوالت البيانات الدولية المنددة بالواقعة، كان آخرها اليوم إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إننا دعونا الحكومة المصرية لاحترام حرية الصحافة وإطلاق سراح الصحفيين الذين اعتقلوا. من جهته دعا الاتحاد الأوروبي القاهرة إلى تمكين الصحفيين من العمل دون مضايقة، وانتقد الاتحاد القيود المستمرة على الحريات المدنية في مصر. والخارجية الألمانية قالت إنها تشعر بقلق تجاه الإجراءات التي اتخذتها مصر بحق الصحفيين المصريين والأجانب، وأضافت أن حجب الحكومة لـ500 موقع إلكتروني أمر مثير للقلق. منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا طالبت فيه عدم معاقبة الصحفيين على عملهم المشروع، كما أدانت هيومان رايتس ووتش ما وصفته بهجمات السيسي على حرية الإعلام، وأشارت إلى أن معظم وسائل الإعلام الرئيسية في مصر مملوكة إما لشركات مرتبطة بأجهزة المخابرات العامة أو لرجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالنظام المصري. بنتكلم فيه ده. وللمزيد ينضم إلينا من بيروت الصحفي أحمد عابدين، كما نرحب بما ينضم إلينا عبر سكاي من الدار البيضاء السيد أحمد بن شمسي مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش. أهلا بكما معي. والبداية معك سيد أحمد بن شمسي من الدار البيضاء، يعني ما جرى في من اقتحام مقر مدى مصر واحتجاز طاقم العمل عدة ساعات وبعدها الإفراج عنهم وما تبعه من ردود فعل محلية ودولية، ماذا قرأتم من هذا الحدث؟ في هذا الحدث رأينا مع شديد الأسف فقط تتم للسجل الأسود لحكومة السيسي لقمع الصحافة والصحفيين. فحتى إن تم الإفراج عن صحفي مدى مصر بعد بضع ساعات وهذا أمر محمود، لكن هذا لا يجب أن ينسينا أن هناك أكثر من 30 صحفي لا زالوا في السجن في مصر. ويعني دعني أعطيك خبر حديث العهد، لأننا سمعنا قبل بضعة ساعات أنه تم إلقاء القبض على 3 صحفيين آخرين، محمد صالح وسلاف مجدي وزوجها حسام الصياد، إنهم أصدقاء لإسراء عبد الفتاح صحفية أخرى التي ظلت في السجن لأكثر من شهر الآن، وسمعنا بأخبار أنها تعرضت للتعذيب. فهذا سجل حكومة السيسي للمعاملة مع الصحفيين. لذلك مع شديد الأسف مداهمة مدى مصر لن تأتي في فراغ، فهي فقط أكدت السجل القمعي الأسود لحكومة السيسي ضد الصحفيين. ولكن تم الإفراج عن الصحفيين التابعين لمدى مصر الذين يعملون في الموقع. طبعا تم الإفراج عليهم، ولكن سنرى ماذا سيقع، وطبعا نتمنى أن يبقوا أحرارا لأنهم لم يفعلوا أي شيء يقتضي أن يعتقلوا. لكن بيان النيابة العامة هو مقلق، لأنهم قالوا
وهذا يعني لا يتقبله العقل أبدا، أن هذا موقع إخباري أنشئ من طرف الإخوان المسلمين إن فهم جيدا، فهذا طبعا ليس له أي أساس من الصحة، لأن موقع مصر وموقع معروف ومستقل وله تاريخه معروف ومن يشتغل فيه معروفين يعني. وحتى افتراضا، او لو كانوا يعني ينتمون الى، لو كان اي صحفي ينتمي الى جماعات الاخوان المسلمين، فليس هذا ذنبا قضائيا يعاقب عليه الاشخاص، لكن في حال مدى مصر يعني هذه تهمه لا اساس لها من الصحه ابدا. طيب سيد أحمد عابدين، يعني أيضا فيما يخص التهمة التي وجهت إلى هذا الموقع بأنه موقع تابع إلى جماعة الإخوان، كيف رصدتم ما جرى، ويعني في أي إطار يأتي مداهمة هذا الموقع وتوجيه تهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين؟ مساء الخير يا أستاذ طرمد، لحضرتك ولضيفك العزيز ولمشاهدينك الكرام. الحقيقة إن يعني أنا كنت عايز أبدأ الأول بالكلام عن القبض على الأصدقاء حسام الصياد وسلافة مجدي والصحفي محمد صلاح، اللي تم القبض عليهم من دقائق يعني لا تكمل ساعتين. وكنت بصراحة عايز أتكلم على إن خطوة جيدة هي الإفراج عن صحفيين مدى مصر، ولكن اللي بنشوفه النهاردة ده القبض على 3 منهم، 2 زوجين يعني عندهم طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات، شيء مؤسف الحقيقة. إنما الدعوة يعني فكرة هذا موقع جماعة الإخوان أو لا، فكرة أو مسمى الإخوان المسلمين عند النظام المصري ليس معناه الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، هو معناه أنه معارض. النظام يعتبر كل من يعارضه هو منتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو يحقق أهداف جماعة الإخوان المسلمين، حتى لو حد من النظام نفسه. يعني إذا حد من النظام زي ما شفنا مثلا على سبيل المثال أحد المنتمين لجماعة أنا آسف يا ريس، اللي هم داعمين للرئيس المخلوع حسني مبارك، عندما تم القبض عليه تم توجيه له الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. فمسمى جماعة الإخوان المسلمين عند النظام هو معناه معارضة النظام، ليس معناه يعني أو اللي احنا بنتكلم فيه ده شيء واللي هم بيعتبروه ده شيء تاني. يعني الطريف والمؤسف في نفس الوقت في الموضوع إن كثير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اتهموا موقع مدى مصر والزملاء الصحفيين في موقع مدى مصر انهم يعملون مع اجهزه الامنيه، لانه تم الافراج عنهم في الوقت الذي النظام بيتهمهم بالانتماء لجماعه الاخوان المسلمين، ودي المفارقه الغريبه يعني. ولكن كل اللي نقدر نقوله اننا نتمنى ان سرعه الافراج عن صحفيين مدى مصر، ان هي يعني اذا كان في صوت عاقل في النظام ان هو طيب ده يتكرر مع باقي الصحفيين، مع دلوقتي احنا بنتكلم في 36 صحفي تم القبض عليهم، نعم من بينهم سلافة وحسام ومحمد صلاح وحسن البنا ومصطفى الأعصر ومحمود حسين وغيرهم كثيرين. طيب سأعود معك أحمد، ولكن سيد أحمد بن شمسي كما تعرف توالت البيانات الدولية المنددة بما حدث لموقع مدى مصر من جانب الاتحاد الأوروبي، من جانب ألمانيا، حتى من جانب وزير الخارجية الأمريكي أيضا اتصل وطالب بالإفراج عن الصحفيين، وطالب أيضا بتحسين واحترام حرية الصحافة وتحسين وضع الصحفيين في مصر. يعني أولا، ما هو وزن هذه المطالبات في تحسين واقع الحريات في مصر؟ هذا أولا. وأيضا يعني هذه ردة الفعل هل هي مفهومة، ولماذا لم تتكرر فيما يخص باقي الصحفيين المسجونين؟ هناك 30 صحفي مصري موجودين في السجون المصرية مسجونين، لماذا لم نرى ردة الفعل هذه من جانب وزير الخارجية الأمريكي؟ إجابة على سؤالكم الأول، ما هو مفاد مثل تلك التصريحات؟ أظن أنها مهمة، وأظن أنها تشكل ضغطا على الحكومة المصرية، وربما يمكن أن نتصور أن هذا ما أو جزء مما دفعهم إلى إطلاق سراح الصحفيين مدى مصر بسرعة. فنتمنى أن تتوالى مثل هذه التصريحات وأن تتكاثر، لأنها تشكل ضغطا على مصر على المستوى الدولي. ويعني كيفما كان نظام السيسي لا يبالي
التالي بالمنظومة الدولية أو بالرأي العام الدولي، فلا يمكنه غض النظر تماما عن آراء الأجهزة الدبلوماسية للدول الحليفة في أوروبا وفي أمريكا. وكون رئيس الخارجية الأمريكي طلع بهذا التصريح الغير معتاد أمر إيجابي، فهو طلع به بعد مداهمة مدى مصر، ونتمنى أن يطلع بتصريحات مماثلة، لأن كما قال ضيفكم الكريم هناك صحفيين آخرين في السجن يستحقون كذلك مثل التصريحات هذه، أكثر من 30 يقبعون حاليا في السجون، ونتمنى أن تتوالى تلك التصريحات لأنها ستشكل ضغطا بلا شك سيشكل حرجا للحكومة المصرية ويجعلها يعني تأخذ إجراءات ربما أقل قساوة في حق الصحفيين، وهذا شيء مطلوب طبعا. طيب أحمد عابدين، يعني لماذا برأيك لم نشهد رد فعل من جانب يعني فلنتكلم على وزير الخارجية الأمريكي عن هؤلاء الصحفيين الموجودين في السجون المصرية؟ هناك أكثر من 30 صحفي حوالي، مصر في المرتبة 163 من أصل 180 دولة في موضوع حرية الصحافة. معلش ممكن تعيد السؤال تاني يا استاذ سرمان؟ نعم احمد، نتحدث عن ردة الفعل الدولية حول يعني ما تعرض له موقع مصر وما تبعه من افراج عن الصحفيين الذين تم يعني احتجازهم. هناك صحفيون مصريون، حوالي 30 صحفي في السجون المصرية، يعني موجودين داخل هذه السجون، لماذا برأيك لم نشهد ردة فعل دولية سيما من جانب الامريكي كما حصل من وزير الخارجية للموجودين في داخل السجون المصرية حاليا؟ شوف يا أستاذ سرمد، الموضوع يعني حقوق الإنسان لا تشغل كثيرا من هم الإدارة الأمريكية خاصة، يعني آخر ما يفكر فيه الإدارة الأمريكية هي حقوق الإنسان. إحنا عندنا 2 من أكبر سجون الصحفيين في العالم، في تركيا رقم واحد، ثم الصين، وثالثا مصر. دول أكبر 3 سجون للصحفيين في العالم، منهم 2 حلفاء لأمريكا. حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير لا تشغل بال الإدارة الأمريكية. ما حصل مع مدى مصر، ويعني كان حظهم كويس وجود صحفيين من 3 جنسيات أوروبية جوه مقر الموقع، ده عمل ضغط أوروبي وضغط أمريكي على الموضوع. كان في صحفيين من فرانس فان كاتر داخل المقر بيعملوا تقرير عن القبض على الزميل شادي زلط، وكان في صحفيين بريطانيين وفرنسيين وأمريكي على ما أعتقد، الثلاثة كانوا موجودين جوه مقر مدى مصر. ده عمل طبعا ضغط عالمي على القصة، وكان في دبلوماسيين من 3 سفارات أوروبية موجودين في الواقعة، وموجودين في قسم الشرطة، موجودين قدام المقر بتاع مدى مصر. ده شكل ضغط، وده طبعا وصل للإدارة الأمريكية علشان حلفائهم الأوروبيين ومش فاكر إذا كان في صحفي أمريكي في الموضوع ولا لا. ولكن قضية حقوق الإنسان الحقيقة آخر هم الإدارة الأمريكية أو إدارة دونالد ترامب، وما أعتقدش إن الحكومة المصرية والنظام المصري بيعبأ كتير بالموضوع، لأن في كتير ملفات بيشتغل عليها مع الإدارة الأمريكية وبيحقق لهم مصالحها فيها، فبيتغاضى عن ملف حقوق الإنسان. وإلا كنا شو ما شفناش بعد حتى الواقعة ديت القبض على 3 صحفيين بلا أي تهمة، كانوا قاعدين على القهوة ما بيعملوش أي حاجة. عندنا صحفيين كتير، عندنا مصطفى الأعصر بقى له أكتر من سنتين، عندنا حسن البنا، عندنا محمود حسين، عندنا يعني عشرات، أنا بقول لحضرتك دلوقتي طيب. 36 صحفي أو 37 صحفي موجودين في السجن. فهي بس يعني الظروف هي اللي سمحت، مع وجود يعني حد عاقل جوه النظام سمع الضغوط او استجاب للضغوط، طبعا طيب مع تحركات لنقابة الصحفيين وكل الكلام ده. ولكن يعني من الواضح ان هو مش عرف، او ان احنا مش في فترة اصلاح طيب سياسي، بما انك ولكن هي اشرت كانت الى ظرف يعني الى موضوع صحفيين اجانب وصحفيين مصريين، وهذه نقطه احيلها الى السيد احمد بن شمسي، هل هناك فرق بين صحفي مصري وصحفي يعني فرنسي امريكي بريطاني؟ هل بالفعل لان الصحفيين اجانب تم تدخل بهذا الشكل من الاتحاد الاوروبي من الجانب الامريكي،
نتيجة كون هؤلاء الصحفيين هم أجانب وليسوا مصريين؟ يعني هذا سؤال محرج شيئا ما، لأنه طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولقناعاتي الشخصية وقناعات كل من يؤمن بالحرية وبحرية التعبير، طبعا لا يوجد فرق بين الصحفيين وصحاف، صحفي يساوي صحفي آخر كيفما كانت جنسية واحد أو الآخر. لكن هذا واقع في الدبلوماسية الدولية، أن دبلوماسيات الدول تتحرك بأكثر سرعة وأكثر نجاعة إن كان مواطنوها مستهدفون، فهذا ربما ما وقع، وأظن أن هذا تفسير ناجع لكون ضغط أكبر مورس على الدولة المصرية بعد حادثة مدى مصر. فعلا هذا من العوامل التي ربما قد تكون قد سرعت الإفراج عن صحفي مدى مصر. لكن الأمر المثير للانتباه هو أن هذا خلق ضجة إعلامية وخلق ضجة دبلوماسية على مستوى العالم، ويا ريت يا ريت هذه الضجة نعم، يبدو أننا قد فقدنا الاتصال مع أستاذ أحمد بن شمسي. عد معك أحمد عابدين، هل برأيك أن هذه الضجة التي أشار لها السيد أحمد بن شمسي ممكن أن تنسحب على ملف الصحفيين وبالتالي الإفراج عن بقية الصحفيين في داخل السجون المصرية؟ هل ما حصل يمكن أن يحيي بعض الملفات المتروكة أو المركونة برأيك؟ شوف يا استاذ سرمد، يعني انا كل املي وما اتمناه ان انا ما اشوفش ولا صحفي مصري موجود جوه السجون. دول بالاخر زملائي مهما اختلفنا، سواء هم كانوا في تياري السياسي او متوافقون مع فكري او لا، ولكن لا اتمنى ابدا ان يكون السجن مكان اي صحفي مصري لعمله الصحفي. ولكن الضغوط اللي احنا بنتكلم عليها، يعني وانا بعتذر، ولكن فعلا بعض القضايا بتاخد او بعض الافراد بياخدوا ضجه وكلام وحديث في الاعلام اكثر كتير من زملائهم. يعني زي ما قال الاستاذ احمد بن شمسي، وانا بحترم كلامه تماما وبوافقه عليه، ولكن فرنسا لن تتحرك في ملف الصحافه علشان خاطر صحفيين مصريين زي ما هتتحرك علشان خاطر صحفي فرنسي بيتم القبض عليه. كذلك انجلترا او بريطانيا او امريكا. يعني نحن نتمنى ان يكون في صوت عاقل جوه النظام ويدرك ان الصحفي المصري له قيمه وكرامه واهميه زيه زي اي صحفي في العالم، وان التحركات والاتصالات اللي تمت يعني وما تم نشره، ان في مئات التليفونات تمت مع قيادات جوه النظام وقيادات في المخابرات وقيادات في رئاسه الجمهوريه، وان صدر قرار بإخلاء سبيل مدى مصر بعد هذه الضجة. نتمنى أن الصوت العالي اللي بيسمع هذا الكلام يسمع كلام مناشدات الناس، ويسمع إن ما يحدث للصحافة في ملف الصحافة في مصر هو ملف سيء. يعني فعلا حرية الصحافة في مصر وصلت لمستويات سيئة للغاية، أخذت ترتيبات عالمية أسوأ مما نتخيل. هذه يعني دي بتأثر كمان سواء على الدولة في ملفات حساسة وملفات قومية زي ملف سد النهضة، زي ملف الديون، زي ملف الاقتصاد، زي ملف الاستثمار في مصر. كل دي ملفات قايمة يعني في جزء كبير منها على مدى الديمقراطية والحرية وحرية الرأي وحرية الصحافة في الدولة. لا يعني ما نتمناه ان هذه الدولة تسمع هذه الأصوات زي ما بتسمع أصوات الدبلوماسيين الأجانب، زي ما بتسمع كلام أو نصح الأصدقاء في الخليج أو الأصدقاء في أمريكا أو الأصدقاء في أوروبا. نتمنى إنها كمان تسمع أصوات واضح. المصريين اللي بتتكلم في القصة دي. حرية الصحافة هي حق، إحنا مش بنطلب بإعانة ومش بنطلب بمنحة منهم، ولكن ده حق للمجتمعات، في نفس الوقت ده بيدعم القضايا القومية المصرية. طيب، هناك نقطة مهمة أيضا، يعني في كل مرة نأتي على يعني على ذكر موضوع العلاقات الاستراتيجية، وهنا السؤال لك سيد أحمد بن شمسي، العلاقات الاقتصادية، المصالح، الصفقات، العلاقات التجارية، العلاقات الاستراتيجية بين البلدان الأوروبية وأمريكا وأيضا أي دولة عربية، يعني سيما نتحدث عن مصر. الكثير يقول أننا في مرحلة تقديم المصلحة على المبدأ وتقديم المصلحة على حق الإنسان وعلى حق حرية التعبير، بالتالي إلى أي مدى يشكل هذا فعلا عائقا أمام تحقيق العدالة وأمام تحسين الواقع الصحفي وحرية التعبير في مصر؟
هذا عائق كبير، ويجب أن نكون واقعيين أن المعاملات الاقتصادية لا سيما بصفقات بيع الأسلحة هي عامل مهم يؤثر على التحركات الدبلوماسية لا سيما للدول الغربية تجاه الدول العربية ومنها مصر. وهذا طبعا نتأسف عليه، ونظن نحن كحقوقيين أن لا يجب أن تطغى المعاملات الاقتصادية وصفقات الأسلحة على الحقوق. لكن من جهة لدينا تصور يعني مثالي ربما للحقوق والحريات، ومن جهة أخرى واقع اقتصادي. لكن يجب أن لا نتناسى شيئا مهما، وهو كذلك عامل في الديمقراطيات الغربية، وهو الرأي العام. والرأي العام تغذيه الصحافة، وعندما تقع مثل هذه الحوادث مثل ماذا وقع تجاه موقع مدى مصر، ولا سيما إذا كان صحفيين أجانب معتقلين كذلك في نفس القضية، تتم ترويج القضية إعلاميا، وهذا يشكل ضغطا على الدول وعلى الأجهزة الدبلوماسية والحكومية في الغرب، الذي ربما ينعكس إيجابيا على الضغط الذي تمارس على مصر. فكل هذه منظومة، هناك مصالح اقتصادية، لكن هناك كذلك رأي عام لا يمكن أن تغض الحكومات الغربية النظر عنه تماما. فلذلك يجب مواصلة الضغط ومواصلة كشف الانتهاكات ولكن فيما يخص هذا الموضوع، كان هناك يعني حادثة اعتقال ريجيني، وما تم من تقديم ربما المصالح في العلاقات على هذا الملف رغم الرأي العام الإيطالي الذي تألب على هذه القضية. لا يمكن أن نقول هذا. كانت أزمة دبلوماسية ما بين إيطاليا وما بين مصر دامت سنوات، ربما الآن تراجع الأمر شوية وراء لأن الوقت مر بدون وصول إلى نتيجة، لكن لا يمكن أن ننسى الضغوطات التي مورست من طرف إيطاليا ومن طرف أوروبا للوصول إلى الحقيقة في قضية جوليو ريجيني. لم نصل إلى الحقيقة تماما، لكن كان هناك ثمن دبلوماسي أدته مصر لهذه الضغوطات. فيعني كل هذه تراكمات، ليست هناك عصا سحرية تحل المشاكل ويعني يرفع عن مصر حتى وإن تمنينا ذلك. فالسبيل هو مواصلة النضال والكفاح وكشف الانتهاكات والتحدث مع وسائل الإعلام وفضح الانتهاكات وحث كل الدول الحليفة للضغط على مصر يعني تنتهي الانتهاكات. أشكرك من الدار البيضاء سيد أحمد بن شمسي، مدير التواصل المرافع في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هومان رايتس واتش. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب. الشكر موصول لك من بيروت أحمد عابدين الصحفي من هناك. شكرا جزيلا لك. الشكر لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.